لورا ممكن تكون مسطحة. هاي الثرينك اللي هي تشوفوها بالأسفل على جهة اليمين، هذا الثرينك هذا يستخدموه بجهاز اسمه الرفلكس، جهاز التصعيد، أو يستخدموه بالديستيليشن بالتقطير بعد أنه يربطوه بأجهزة أخرى ويستخدموه. أيضا التونيك أنجل، أيضا راوند بوتوم فلاسك احنا نسميه. من اقول لك مثلا انطيني راوند بوتوم فلاسك، انت تعرف انه هو هذا راح اني اسوي بيه رفلكس. شنو الرفلكس؟ الرفلكس هو عباره عن تصعيد، يعني اني عندي مجموعه مركبات اريد اسوي لها تفاعل كيميائي، فلازم اسوي لها وتحتاج حراره. زين، هذه المركبات من افاعلها وتحتاج حراره تحتاج لها الى سولفنت، فمن اخلي لها سولفنت واظل اسخنها، بمرور الوقت السولفنت راح يتبخر، فاني حتى احافظ على السولفنت من التبخر راح اخذ هذا الراوند البوتوم فلاسك واربط وياه كوندنسر. هسه راح اراويكم الكوندنسر شلون اربطه. اربط وياه كوندنسر واسوي الرفلكس اللي هو التصعيد حتى احافظ على الماده مالتي انه هي ما تجف او تحترق، وبنفس الوقت ايضا احصل على التفاعل اللي اني اريده وما اخسر اي شيء. هذا البنزين برنر مثل ما تعرفوه اللي احنا نستخدمه ايضا بالتفاعلات او بالكشوفات اذا نحتاجه. نجي هنا مثل ما تشوفون هذه اللي بالاعلى اللي هي هذه سيبريتنج فانل، سيبريتوري فانل، هذه نستخدمها في حاله فصل. عندنا تو لاير، طبقتين، طبقه مثلا اورجانيك او طبقه ووتر لاير او اكويس لاير احنا نسميها، طبقه عضويه وطبقه سائله اللي هي مائيه. فإذا أريد أفصل بين طبقتين راح أستخدم هذا السيبريتوري فانل. عندنا هذا المورتر والبستل اللي هو إحنا نقول هاون، هذا نستخدمه أو نستخدمه نطحن المركبات الكيميائية. مثلا على سبيل المثال، مثلا إذا تريدون تقيسون مثلا ميلتنج بوينت، أو مثلا تريدون تفاعلون مواد والجزيئات، تعرفون كل ما كانت الجزيئات للمواد الكيميائية كبيرة فما راح يصير التفاعل بصوره صحيحه، فاحنا شو نحاول؟ نحاول نصغرها باصغر ما يمكن حتى يكون سهوله تفاعلها. ايضا اذا انا اريد اقيس مثلا ملتنج بوينت، فمن اجي اريد اخلي بالكابيلاري تيوب مثل ما كان عندكم العام بالتجارب اريد اخلي، فلازم شو اسوي؟ اسحقها او اطحنها. احنا كنا احيانا نحطها بورقه فلتر بيبر ونمشي عليها من فوق جلاس روت حتى ننعمها. ليش؟ حتى انه احنا نضمن انه راح يصير عندنا قياس درجه انصهار مضبوطه او صحيحه للمركب. ايضا ممكن نستخدم، يعني مو كان هذه الطريقه انه احنا نحطها بفلتر بيبر، ممكن انه نستخدم المورتر نسحق او نطحن الماده الكيميائيه بها. هذا الجهاز اللي هسه موجود امامكم هسه مثل ما تشوفون، هذا اللي بين هو الثرموميتر المحرار، هذا اللي بالوسط اللي مثل ما قلت لكم عليه الكوندنسر المكثف. زين، هذا جهاز نستخدمه طبعا هنا ايضا هذا تراب احنا نسميه، يعني شلون كانما مصيده للابخره والغازات الغير مرغوب فيها. زين، هسه هذا فيما يخص قلت لكم هذا جهاز التصعيد. نجي هنا اكو انواع من الكوندنسرات. هسه مثل ما تشوفون عندنا انواع مختلفه من الكوندنسرات ممكن انه احنا نقدر نستخدمها حسب التفاعل اللي احنا نريد نحصل عليه او حسب المواد الكيميائيه اللي احنا ضايفيها. طبعا هذه اللي فوق اللي هي عباره عن ادابترات، الادابتر يعني موصل، يعني اني اربط مثلا الكوندنسر بالراوند بالتيوب اللي هو احنا مثلا عندنا هسه مثلا من نربط الكوندنسر تشوفون به فوهتين، فوهة من الأسفل وفوهة من الأعلى. هذا طبعا هذه تربط بها ربر تيوب، يعني أنبوبة مطاطية توصل أو تسوي لي دورة مال المياه. شنو هذه فائدتها؟ أنه أنا من تتبخر المواد حتى ترجع تنزل تحافظ لي على السولفنت بداخل الدورق، فراح ترجع، يعني راح العفو يجي المي مثلا البارد يدخل إن وأوت يخرج، فمن يدخل ويخرج ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي جو خارجي بارد، فمن يجي البخار وهو حرارته عاليه راح يتكثف ويرجع داخل الراوند. هذا فيما يخص الكوندنسرات كعملها.
وقلت لكم الأدابترات من إحنا نستخدمها. نجي هنا نشوف هذه اللي فوق اللي هي الفنل، هنا هذه فنلات، هذه أيضا أدابترات موصلة مثل ما قلت لكم. هذه بالبداية اللي هي مثل الكوب وفوقها غطاء، هذا يسموه كروسبل، يعني إحنا جفنة إحنا نسميها، نستخدمها أيضا بالتفاعلات أو وضع المواد الكيميائية. هذا الفوليومتريك فلاسك، هذا نستخدمه في تحضير مثلا تراكيز مختلفة من المركبات الكيميائية، مثلا أنا أريد أحضر تركيز مثلا 20-30%، فأني آخذ هذا الفوليومتريك فلاسك، هذا اللي تشوفوه هذا الفوليومتريك فلاسك، وأقدر آخذ وزن معين من المادة اللي أنا أريدها وأحضر بتركيز معين لأن بي حجم معين يقرأ لي، مثلا أكو أبو 250 أو أكو أبو 25 أو أبو 10 أبو 5 مول إلى 500 ألف حسب الأحجام الموجودة، أحجامه مختلفة. هذا عندنا اللي هو الكلام الماسك اللي أنا أستخدمه بالتفاعلات. هنا عندنا أيضا هذا الستاند اللي هو بيوريت هاندل هولدر، العفو، هذا نستخدم البيوريت هولدر إذا كان عندنا تسحيح، يعني إن شاء الله بالمرحلة الثالثة تستخدموا أكثر شيء لأن يصير عندكم تايتريشن، فهذا يسموه بيوريت هولدر، بيوريت هولدر يعني حامل السحاحة، هذه البيوريت هي سحاحة. زين، أيضا هنا راح تشوفون بالمختبر هذا اللي هو ربر تيوب اللي قلت لكم عليه، هذا اللي يربط الكوندنسر بالتاب ووتر، أو حتى مرات إحنا نربطه لأنه حتى ما نخسر كمية من المياه، فنربطه بواتر بام ونخليه يداور المي عن طريق وضع إناء بمي ونربطه بالتفاعل. إن شاء الله هاي كلها راح تشوفوها باللاب ونحاول نوضح لكم إياها. هذا الراك اللي هو حامل التيوب اللي راح تستخدموه إن شاء الله، هذه مثل ما قلت لكم كروسبولز، هذه الجلاس رود اللي هو محرك زجاجي، هذه سلندرات، هذه الفيلز اللي هي احنا نقول زجاجي الحافظات الزجاجيه الصغيره. هسه هنا احنا تقريبا اغلب الجلاس وير اللي موجوده بالمختبر صار بها عندكم علم وعرفتوا هي شنو. زين، نجي هسه احنا عرفنا السيفتي، عرفنا الجلاس وير اللي راح نشوفها بالمختبر، عرفنا احنا شلون راح نترتب ونتنظم داخل اللاب. هسه نجي على الاشياء الاساسيه اللي هي كاورجانيك كيمستري. واتس مينينج اوف اورجانيك كيمستري؟ يعني شنو هو الاورجانيك كيمستري؟ شنو هذا العلم؟ الاورجانيك كيمستري is a branch of chemistry that studies the structure, properties and reaction of organic compounds which contains carbon in covalent bonding. هسه راح اجي اوضح شنو معناته. طبعا مثل ما تعرفون المركبات العضويه ليش سميت مركبات عضويه؟ لماذا سميت مركبات عضويه؟ سميت مركبات العضويه بالبدايه لانه جايه من الاورجانيزم اللي هي الاعضاء، اللي هي موجودة طبعاً بالبروتينات، بالدراج، بالكيميكلز، فهذه المركبات العضوية سميت بدائياً نتيجة أنه هي جاية من أورجانيزم. بمرور الوقت اكتشفوا أنه إحنا ممكن أنه يصير عندنا مركبات عضوية. شلون شافوا هذا الشيء؟ وجدوا أنه أغلبية المركبات العضوية تحتوي على الكربون، على الكربون. فبما أنه المركبات العضوية تحتوي على الكربون، اي مركب اشوفه محتوي على كربون اقول عليه هذا اورجانيك كومباوند، طبعا بالاضافه الى الهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والسلفر، هذه ك يعني ذرات لكن مو اساسيه، لكن هو كذرات اساسيه الكربون والهيدروجين كمركب عضوي. زين، بتقسيمات هذا المركب العضوي، نعم ممكن انه يكون اروماتيك، ممكن انه يكون سايكليك، ممكن أن يكون لينير، حسب المركبات أو نوع المركب اللي عندنا. يعني ممكن أن يكون مركب أروماتي يحتوي على حلقة بنزين ومرتبط به ارتباطات، وممكن أن يكون مركب غير أروماتي، يعني مركب مثل اللي هو الكان، الكاين، الكايل، هذه المركبات اللي هي مثلا تحتوي على واسطة منفردة، مزدوجة، ثلاثية، أو ممكن أنه المركب هذا يحتوي على functional group. شنو الفانكشنال جروب؟
طبعا الفانكشنال جروب هي صفة مميزة للمركبات العضوية. طبعا دراستها راح تعلمنا على كثير من الأمور. لو أريد أجي وأشوف شنو الفانكشنال جروب، what is functional group؟ هسه إحنا قلت لكم إحنا عندنا تجارب ستة. راح نسوي identification للفانكشنال جروب، راح نحاول نكشف أو نحدد المركب من خلال الفانكشنال جروب الموجودة بيه. زين هذه الفانكشنال جروب شلون اعرفها؟ اعطيتكم مركب، جيت ودخلت لي لللاب وقلت لكم هذا كحول، بس ما اعرف يا كحول اولي او ثانوي او ثالثي. هذا ممكن انه يكون فينول، فانتم شلون تعرفوا؟ اكو مجموعه من الكشوفات اللي احنا نسويها حتى نعرف هذا المركب شنو نوعه. زين، فبدايه احنا نريد نعرف شنو الفانكشنال جروب. الفانكشنال جروب characteristic features of organic molecules that behave in predictable way. يعني هنا احنا عندنا هي صفه مميزه المن للمركبات العضويه او الجزيئات العضويه الفانكشنال جروب. زين، ممكن انه تكون of an atom or a group of atoms، يعني ممكن تكون لذره واحده او تكون مجموعه من الذرات. الفانكشنال جروب هي مستبدله مين من الهيدروجين. مثل ما تعرفون الكربون يحتوي على اربع عناصر. الكربون، ذرة الكربون تحتوي على أربعة أواصر، فهذه الأربعة أواصر مرتبطة. طبعا يعني إذا عندي مركب عضوي فراح ترتبط بذرة كربون ثانية وثالثة واحتمال رابعة، وحسب نوع المركب. إحنا عندنا مثلا أبسط جزيئة اللي هو جزيئة الميثان اللي هو CH4، مثل ما تعرفون وأخذتوه بمرحلة الإعدادية. من يتحول الميثان إلى إيثان ارتبطت، فقل من يرتبط بذرة كربون ثانية قل ارتباط الهيدروجين. فعجب إذا أنا عندي functional group أيضا راح يقل ارتباط بالهيدروجين، راح يكون عدد ذرات الهيدروجين قل. إذا كل ما تزيد functional group كل ما تزيد الارتباطات الكربون راح تقل عدد ذرات الهيدروجين وتنضاف لل functional group أو لذرة كربون ثانية. طبعا إذا أريد أشخص، إذا أنا بالبداية شلون اعرف الجنرال فورمولا؟ الجنرال فورمولا انه انا عندي الار اللي هي الالكيل جروب اور مين كربون تشين، السلسله الكربون الرئيسيه، بالاضافه اللي فانكشنال جروب اللي هو ريسبونسبل فور فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز. اذا شنو فائده الفانكشنال جروب او ايش حتسوي لي بالمركب؟ هي مسؤوله عن ظهور الصفات الفيزيائيه والكيميائيه. الار اللي احنا قلنا هي الالكيل جروب، والفانكشنال جروب اللي هي مثلا ممكن ان تكون عندي مجاميع من الفانكشنال جروب، ممكن ان يكون هيدروكسيل اللي هو كحول، ممكن ان يكون امين اللي هو NH2، ممكن ان يكون الديهايد CHO، ممكن ان يكون كيتون، ممكن انه يكون استر، حسب الفانكشنال جروب الموجوده عندي. طبعا هذه مثل ما قلت لكم الفانكشنال جروب مسؤولة عن الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب. يعني مثلا أنا عندي ميثان وعندي ميثانول، طبعا الميثان يختلف عن الميثانول، تغيرت صفاته. هذا هنا يكون نون بولر الميثان، لكن بوجود مجموعة الـ OH الهيدروكسي راح يكون بولر قطبي. ليش؟ لأنه وجود الهيدروكسيل انطته properties، ضافت له للمركب properties. إذا كان عندي NH2 ممكن إنه يكون أو يصبح مركب قاعدي. إذا كان عندي مثلا OH يسوي مثلا حامضي. إذا عندي carboxylic acid اللي هو COOH. كل هذه المجاميع إن شاء الله راح إحنا ناخذها على مدى الأسابيع الجاية، راح نحدد مثلا إذا هذا حامض كربوكسيلي أو مو حامض كربوكسيلي، إذا هذا أمين أولي أو ثانوي أو ثالثي، إذا هذا كحول أولي ثانوي ثالثي، إذا مثلا عندنا فينول شلون أعرف الفينول؟ الفينول هو شنو عبارة؟ عبارة عن حلقة أروماتية مرتبطة بها مجموعة هيدروكسيد. هذه الأمور كلها إن شاء الله راح نحاول نغطيها بالأسابيع الجاية. مثل ما قلت لكم أنا راح أسوي لكم داتا شيت، داتا شيت راح تنزل على الجوجل كلاس. كل سب جروب راح يدخل للمختبر راح يجيب ويا هذه الداتا شيت. شنو هذا الداتا شيت؟ شنو مكتوب بيها؟ مكتوب بيها اسمك، مكتوب بيها الجروب مالتك اللي انت دا تشتغل بيه، ومكتوب بيها جروبك الاساسي اللي انت داخل بيه لللاب. بالاضافه لذلك ايش مكتوب بيها؟ مثلا انت اشتغلت النونات انت ومجموعتك،
فشو اشتغلتوا أنونات؟ شنو الكشوفات اللي حصلتوا عليها نتيجة شغلك للأنونات؟ النتائج اللي حصلتوا عليها راح تاخذون عليها درجة. هاي بالنسبة للداتا شيت. أيضا قلت لكم كل لاب أني راح تدخلوا له أثناء المحاضرة راح يكون بمجموعة من الأسئلة. هذه مجموعة الأسئلة راح تجاوبوها بالإضافة إلى اسمكم وجروبكم، كلها عليها درجات. يعني كل أسبوع أنتم تخيلوا، طبعاً أنا لا رايدة منكم تقرون ولا كل شيء، أثناء الشرح اللي أنا أشرحه تنتبهون علي كل زين، راح أذكر بعض الأمور اللي هي أكررها أثناء المحاضرة راح تجيك كسؤال، يعني أنت إذا منتبه ومركز عليه راح تجاوبها. طبعاً الأسئلة مثل ما قلت لكم راح تكون عشوائية، يعني مو نفس الأسئلة تجي لكل طالب. تجاوبها، تنغلق الردود. طبعا بالمناسبة خلي أنزل لكم رابط الحضور على الجوجل كلاس حتى تسجلون حضوركم طلاب. زين، فأنت كل طالب راح يجاوب هذه الأسئلة راح يحصل على درجة. إذا راح تكون عندي درجات لكم لحضوركم المختبر، المحاضرة المختبر العفو، وراح تكون عندكم درجات مال الداتا شيت. بالإضافة لذلك قلت لكم كل تجربتين راح نسوي بيها كويز، لربما هذا يكون الكويز الإلكتروني أو يكون حضوري. تمام طلاب؟ طبعاً هسه أنا راح أنزل لكم رابط الحضور على الجوجل كلاس. طبعا طلاب اتمنى السلام عليكم. تكونوا. وعليكم السلام ابني، أنا محمد عير، هذا الممثل. يا اهلا وسهلا بك يوم. دكتورة، بس الاستضافة والنقل لحد الآن ما عندهم إيميل جامعة، فشلون يسجلون حضور؟ أنا فاتحة الردود لكل شو اسمه، يعني مو شرط إنه الإيميل الجامعي، لكل الإيميلات. تمام، شكرا دكتورة. العفو ابني. هسه نزل لكم رابط الحضور، تقدرون تسجلون طلاب حضوركم. الرابط راح يبقى مفتوح 10 دقائق وثم يغلق. تمام؟ زين. هذا إن شاء الله في كل ما يخص. This session is no longer being recorded. زين، هذا كل ما يخص طبعاً المختبر. أنا جداً أشكركم. هسه إذا أكو أحد، أي أحد عنده سؤال أو استفسار ممكن أنه يقول لي عليه حتى نشوف شنو الأشياء اللي أنتم تحبون تستفسرون عنها. الرابط مال الحضور ليش طلاب أنزله هنا؟ ما عندكم شو اسمه؟ ما عندكم منضمين للكلاس؟ ليش موجود الرابط على الكلاس نزلته طلاب؟ لا، مو كل شخص، كل سب جروب، يعني انتم 6 جروبات حتسلموني 6 داتا شيت، يعني عددكم انتم يمكن بالجروب 27 طالب. فكل مجموعه طلاب اللي هو مثلا 4 أو 5 طلاب حسب تقسيمكم حيسلموني داتا شيت واحده. فلاسك هو نفس الكونيكال فلاسك؟ ماذا افتهم شنو تقصدين باول كلمه؟ يعني ماينا فلاسك هو نفس الكونيكال فلاسك؟ ترى احنا عندنا العملي الالكتروني الخميس ويوم الاحد حضور بالمختبر، يعني تجربة اللي ناخذها الخميس نعيدها الاحد بالمختبر. تمام، التجربة اللي تاخذوها يوم الخميس راح تشتغلوها بالمختبر وليس تعيدوها، راح تشتغلوها عملي. بدلوا بجروبات العملي هسه بالحضور، اسجل الجروب الاصلي لو نقلت اليه. سجلوا طلاب، سجلوا الجروبات اللي انتم هسه منضمين الها،
يعني يا ريت تسجلون الجروبات اللي انتم هسه مثبتين وضعيتكم بها. خلينا لو نروح نضيف انا جروب ونسجل. لا الكونيكان فلاسك مو نفس الماير كلاس. ايش كان في شخص يشتغل بالعملي السب جروب طلاب؟ بلغتكم كل 4 أو 5 أشخاص، كل 4 أو 5 أشخاص. تمام، اللي كمل وما عنده أي استفسار يقدر يغادر طلاب. إذا ما عندكم أي شيء طلاب ممكن إنه تغادرون، بس تأكدوا إنه سجلتوا حضور. إن شاء الله يوم الأحد نلتقي بخير وسلامة، راح يكون عندنا راح يكون عندك كل التوضيح اللي أنا ذكرته بهذه المحاضرة.